السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله فيديو تاع اليوم غادي ينال اعجابكم وبالبزاف. ما تنسوش خلوا لي لايك في الاول، نقولها لكم خلوا لي لايك ودعموني وخلوا لي كومنتير تاعكم. ولا ماكمش مشتركين في القناة، نتمنى ان شاء الله تشتركي في القناة وتضغطي على زر الجرس باش هكا اي فيديو نحطه اي حاجة نديرها تكوني في الموعد معايا. ليسونسيال اليوم راني عاودت وليت داك المول اللي رحت لخطا اللي فات خاطرش ما استغليتش خرجه، رحت روطار وبلعو بكري. اليوم جيت بكري وقلت نحوس بكم، ولكن الهدف تاعي اليوم باش نروح السيفورا رخصتني واحد الكريم تاع ساسكرين يعني تاع اونتي سولي. هيا قلت ان شاء الله نروح ونديكم معايا، نديكم جوله خفيفه في سيفورا. ها هي يعني داخله هنايا ونوري لكم هكا شويه اسعار وكل شيء. خليكم معايا ما تروحوش لبعيد. المهم هيا يعني دخلت السيفورا، شوفوا المكياج اللي فيها، المكياج تاعها كاع غالي، ما كاش حاجه رخيصه. يعني تدخلي كيما نقولوا تشري زوج صفالح استقام لك بديك الحسبه 80 طلع 100، يعني مليحه الوحده خدامه ولا لو جيتي خدامه يعني وتصرفي في سيفورا، ولكن تصرفي حاجه قليله يعني تشري حاجه زوج بالك بصح باش تشري شحال من حاجه غادي تستقام لك. كيما هذه كريم سيسي شوفوا كي غاليه، كريم تاعهم غاليين، مكياجهم غالي بصح ليكس دي ليكس. يعني كي ديري كريم في وجهك تعرفي روحك بلي كي دايره مكياج لا كلاس، وتعرفي روحك بلي زعما راكي صافي على وجهك، خاصه الكريمات. وانا هنا جيت ندي كريمه تاع سانسكرين تاع اونتي سولي يعني تاع الصيف، كانت كملت لي هذيك سي سي ولادات تاعها كملت. هيا جيت نشوف هنايا كش حاجه تكون مليحه، ولكن لقيتها يعني كريم تاع حاجه صغيره يعني كريم غير صغيره، قالت لي بلي 34 دولار، جاتني بزاف. كنت باغيه نديها في الحق، رفدتها وبغيت نديها، ولكن كي شفتها اونلاين رخيصه لقيتها بواحد 26، كاين اللي بيها 24. يعني في معظم الاحيان في المكياج تاع سيفورا ولا اي بلاصه تروحوا لها كي تدخلوا اونلاين ارخص من هذو المحلات. على هذا بالضبط ما ديتهاش. وهنا شوفوا ها هو المكياج وها هما الاسعار قدامكم. سي بون سيفورا حلت هذيك البلاصه اللي تجربي فيها ميكاب. كاين بلاصه هنا يعني ديري ميكاب اللي عجبك باش هكا تشوفي الا عجبتك حاجه تديها.
كانت مبلعه في كورونا، كان ممنوع تمسي اللمس وممنوع مشي حتى ديري دروك عادي راهم حالين الدنيا نورمال تماكيي تمسح. يعني كما قلت لكم الحياه رجعت عاديه في امريكا كانه ما كاش كورونا. لي ماسك قلعوهم، يعني قلال لهم داير لي ماسك ماشي كاع كاع، نصهم قلعوا لي ماسك والحياه رجعت، وان شاء الله ترجع احسن واحسن باذن الله تعالى. بصوصي انا الكريم كما قلت لكم جاتني غاليه، لقيتها اونلاين قلت علاه نخسرت الحسبه نشريها اونلاين ونريح. هذا الكريم ان شاء الله يا ربي تكون وريها لكم، قالت لي بزاف مليحه اللي هضرت معايا، ومام كي سيتها لي في ليدي ترطب الوجه تندار اندر ميك اب يعني تحت الماكياج، ومن بعد دير الماكياج فوقها عادي. دوك ان شاء الله كي نشريها راني نوريها لكم. دابا راني خرجت من سيفورا وجيت هنايا، راني في بلاصه واحده اخرى، راني في كولز. جيت شوفوا لقيت هاد اللي كات عجبوني، بصح الحاجه اللي ما عجبتنيش فيهم خفت لك الكمام تاعهم يجوك صار بزاف ولا حاجه يعني اللي دقعت بال. ومام هذاك راكم تشوف فيه هذاك اللي جاي من تحت جاي شويه ثقيل، هي ما على باليش راني نشوف ما نعرف نديها ما نعرف لا. من بعد كي قعدت نشوف مليح مليح لقيت باللي تبين تبينك يعني من تحت تبان هي خفيفه وزينه ولكن تبين. ها هي البري تاعها $40، مانيش عارف ليسونسي هذه خلي حتى من بعد نشاور عقلي مليح مليح ونشوف الا كان نديها ولا لا. هنا جيت نضرب طله نشوف كاش ما جايبين قش بغيت نجي ندي قش تاع خرجه هكا ليكات ولا خاصني ليكات لوحد الباس، ولكن لسوء الحظ ما لقيتش حاجه اللي توالمني. وانا باش نشري القاش من دوك الناس الصعاب اللي باش يشرو، يعني نبقى غير نحوس ونعاود ليسونسيال. ان شاء الله يا ربي في هاد الايامات غادي نديكم محل واحد اخر اللي يعني موالفه نروح له ونشري قش منه، يبيع رخيص ويبيع قش مليح، ونديكم معايا ان شاء الله ونوري لكم شي يبيعو كلشي. المهم هادو هما هادي كوليكسيون جديده جابوها يبيعوا فيها $40، ما طاحتش ديك خطر لقيتها 48 خطر لقيتها 40، يعني ما طاحتش من تحت 40 ما طاحتش.
هنا راني في ميسيز، بغيت نوري لكم الجوالي تاعهم شويه. شوفوا هادو تحسبوهم ذهب، ولي بري تاعهم ما بين 34 دولار حتى 40 دولار. قول ما تقولي عليها ذهب، انت ما كاع ما تعطيهاش باللي نحاس شي بوست تخفيض، ما لازمش يعني تعرق، وما لازمش ثاني ايفيتي الماء، لازم ايفيتي الماء سانيتايزر باش هكا تقعدك شابه. والله غير شابين هاد، يعني هادي ديريها في عرس تحلفي عليها باللي ذهب، ما تقوليش كاع باللي نحس. هنايا من جيت المول اليوم فيديو يعني ما طولتها لكمش، انا حوست ودورت في شحال محل، ولكن عجزت باش نرفد بورطابل نقعد الكاميرا. كيما تعرفوا كي نقعد الكاميرا نركز في الكاميرا ونخلي الصوالح اللي جيت على جالهم، ننسى ما نشري شحال من حاجه، وننسى ما نشوفش في غرضي وما نحوش في غرضي. على هذا نفضل ان شاء الله نوين ديكم هكا لي فيديو قصار، من داك داك نطولها لكم فيديو قصار، نوريكم نعطيكم معلومات خاصه اللي طالعين. ايوا وهذه هي ليصونسي، غادي نطلع الفوق نفطر ان شاء الله، ومن ثم نشاورو. روح شوف رايك كاش ما ندي ونشاور. مثلا عييت عييت بالبزاف، عندي ما دورت اليوم، جيت بكري مباري نجي روطار اليوم، جيت بكري عودت. شوفوا هادوك الشابين هادو لي بغوش هبال، يعني تقدمي هاكادو شابة بزاف. ان شاء الله يا ربي الفيديو تاع اليوم كنا لاعجابكم، متنساوش خلو لي لايك، خلو لي الكومنتيغ تاوعكم، ودعموا قناتي. ولو ما مش مشتركين نقولها ونعاودها، اشتركي في قناتي وفعلي زر الجرس باش يوصل كل جديد، واللي راهم مشتركين وما عرفش يوصلهم الاشهارات تاعي ولي فيديو تاعي، ماذا بكم ديروا تعاودي تخرجي، يعني ديري ان سبسكرايب ومن بعد تعاودي تشتركي من جديد، وتفعلي زر الجرس هكا باش تعاود باش تولي تشوفي يعني اي حاجه نديرها، وتحضري لي لللايف. هذا هو الفطور تاعنا، فطور خفيف شويه فريت مع شويه خبز مع شويه فلافل مع هذيك هذيك، ما ديناش اللحم. ايوا هذه هي، نتمنى ان شاء الله فيديو يكون نال اعجابكم، تبقى على خير.